ده فضل قال لي اننا هنتغدى، مش كده يا فضل؟ انا فهمت كده والله. تمام، يبقى نتغدى يا سلام. لو سمحت والله عايزين شويه كباب وشويه ريش ومستن حلوين كده، والمهم قوي طبق جبنه عليه طماطم متقطعه. اشكرك يا فندم، اشكرك. بصي بس دي جميله، انا لا هلف ولا هدور، هدخل في الموضوع على طول. انا قلت لها كده والله. تمام يا ستي، انا رايدك في الحلال، بس كل اللي يهمني مش عايز دوشه دماغ. انا قلت لها كده والله يا حاج. من ناحيه دي طب انا عارفه كل حاجه عن الموضوع ده، لا هقول لك رايح فين ولا جاي منين ولا جاي امتى ولا همشي امتى، وماليش دعوه لا ببيتك ولا بمراحتك. انت عارفه طبعا ان هما تلات بيوت وتلات ستات. انا عارف كده والله. حلو الكلام. البيت بقى اللي انت عايشه فيه ان شاء الله يبقى هو عش الزوجيه، وانا يا ستي متكفل بكافه شيء فيه، وابنك اعتبريه ابني من النهارده. انا قلت لها كده والله. على بركه الله نقرا الفاتحه دلوقتي ان شاء الله، وبعدين هقول لك امتى كتب الكتاب والدخل. الفاتحه. الحمد لله. هقول ايه؟ قلت له لا طبعا. ايه جالك قلب تقولي له لا؟ امال عايزين اعمل ايه بس؟ اتجوز راجل متجوز ثلاثه ومخلف كمان ثلاثه، ايه المشكله؟ هيفتح لك بيت وهتبقي عايشه معاه مبسوطه، ولا المشكله في باباكي؟ لا يا ستي، بابا عمره ما هيقولي لا على حاجه انا عايزاها، وخصوصا بقى ان هو بيشتغل معاه ومعجب بشخصيته جدا. وانت كمان معجبه بشخصيته في الحياه، ولو بصيتي من جواكي هتلاقيكي معجبه بيه هو شخصيا. انت شايفه كده؟ انا مش شايفه غير كده، خصوصا انه حاطك في دماغ من زمان وبيحبك، واضح انه مش قادر ينساكي. اه فعلا هو قال لي كده، وانا بصراحه مصدقاه قوي. اصل تعرفي الحب ده عامل زي المرض، ممكن يتنشل بالعدوى. بقى الحب برضو مرض؟ اه طبعا مرض، ممكن ما تخفيش منه ابدا. وانا بقى مش عايزه اعيا، ولازم اطلع الراجل ده من دماغي. تبقي اتجننتي. ممكن اكون هقلت كده. كن استنى نمرتك يا عسكري. دلوقتي كل واحد عارف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمره لها عمل على المدفع. اول ما تسمع النداء طقم مدفع، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ يا سبحان الله سبحان الله. بورورم 52 مره اتفرج على الفيلم ده وما زهقش منه ابدا. سبحانك يا ربي. لا في يا سميع ولا حاجه. انا اسفه، انا هقوم دلوقتي حالا اعمل لك. اقعدي هنا. ايه ده انت؟ عايز انت عارف غلاوتك عندي يا سي احمد؟ ها وبعدين؟ وعارف كمان ان انا عمره ما خطر على بالي احرمك من ابتسامتي في وشك كل يوم الصبح، ولا من سؤالي ولهفتي عليك، ولا اني اكذب عليك. لازمته ايه كل الكلام ده؟ لازمته اني كذبت عليك، وانا والله العظيم عمري ما كذبت في حياتي. قوم لما اكذب اكذب على عز الناس عندي. انا مش عايز كل المقدمات دي. كذبت عليها في ايه؟ انا رحت لصباح زرتها في بيتها. بعدين اتفقتوا عليا؟ ايوه، بس انا ما قدرتش اضرك والله. الكوبايه دي كان فيها ايه؟ انتي زيت كافور. سامحك سامحني يا احمد، وحياتي عندك. انا والله الغيره كانت هتجنني، انا كنت واحده تانيه وانا بعمل كده. واحدة تانية، آخر حد كنت أتصور إنه يجي لي الغدر من ناحيته أنت يا سميحة. طب أبوس إيدك. سامحني أنا مش هعمل كده تاني خالص. حياة أم هاشم. سامحني سامحني. أنا
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايوه كده يا حماده يا عسليه، الله ينور عليك. تصدق يا اسطى انا كده عاملك شركه مقاولات تقعد تبني عمارات ليل ونهار. تصدق بالله يا حاج انا ناقص انام مع العمال هنا عشان نخلص. ده هتبقى اسرع بنايه فيك يا جمهوريه مصر العربيه كلها. عليا النعمه، انا ببقى اكتر لحظات انبساطي في الدنيا وانا بشتغل الشغلانه دي. جدع يا محمد جدع. بقول لك ايه، بقول لك ايه يا حاج، في حته ارض في اخر الهرم، ما تيجي ناخدها نبص عليها كده، نبني عليها يجي 10 عمارات. ايوه كده شجيني يا محمد يا حبيبي يا اخويا. هي تبع مين الارض دي؟ تبع المحافظه، بس عليها شويه مشاكل كده. مشاكل؟ احنا نبص عليها الاول وبعدين نشوف مشاكلها ايه. يلا بينا دلوقتي يا حاج. حالا. لا تؤجل عمل يوم للغد. يلا يلا. طيب خلاص ماشي، هخلص حاجه مع رئيس العمال واجيلك. طب بسرعه. ماشي جدع يا حماده جدع. الو يا مداره، انت فين يا فتح؟ انا عند العماره عند محمد. بالصلاه على النبي، عامل عماره ايه؟ تفرح ان شاء الله، اعمل لك احلى مصنع فيك يا مصر. ايوه يا اخويا كلني. انا ايش ضمني بقى انك عند العماره، مش انك زيغ هنا ولا هنا. جرايه يا بدريه، وانا هكذب عليك ليه؟ انت دايما كده مش مامنه. لا مش على طول ولا حاجه، انا بس بقيت خايفه تروح تتجوز زي ابوك واخوك وابقى انا هنا نايمه على وداني. يا حلاوتك يا بدره وانت بتغيري عليا. الموضوع مش موضوع غيره، الموضوع ان انا ما بحبش حد يديني على قفاه. يا ستي محدش يديك على قفاك ولا حاجه، وما تخافيش. طب انت راجع امتى؟ ما اعرفش. طيب انا هنزل دلوقتي اروح مع اختي عند الدكتور. خير دكتور ليه؟ لا دكتور امراض نسا كده يعني، يمكن نتاخر شوي. ما تقلقش. سلام بقى. العتبه جزاز بتسلم ليله ليله، العتبه جزاز بتسلم ليله ليله، العتبه جزاز بتسلم ليله ليله، العتبه جزاز بتسلم ليله ليله. دي تشكيلة جديدة يا مدام بدرية، تطلبات جاية لنا من بره، بس احنا منفذينها هنا. ده عجبني قوي، يطلع له قد ايه ده؟ هيجي له قيراطين ده يا بدرية. لا لا ما افتكرش، هي حوالي قيراط ونص، عمال نوزنه ونشوف. لا ده قيراط وربع بس يا مدام بدرية. لا ده صغير قوي، انا عايزة حاجة أكبر. هو الشكل عجبني، عايزه نفس الشكل ده بس على اكبر. انا عندي حاجه تحفه بس افتكر هتبقى غاليه شويه يا مدام بدريه. عمر ما فيش حاجه تغلى عليكي، بس افتكر هيبقى فوق شويه. فوق فوق يا عصام، ما انا برضو فوق ولله الحمد. يوه 55 في عينك يا بدريه، يا اختي ما بيحسد المال الا اصحاب. والله قول لي يعني هيبقوا كام ايراد كده ولا يطلع له بكام؟ هيبقى حوالي 5 قراريط يا مدام. ان شاء الله تكون في المريخ، بدل فيها مصلحه تتعمل تبقى تتعمل. اه خد كل اجراءاتك وبلغني. طب مع السلامه دلوقتي. مع السلامه بدريه، اعملي كوبايه شاي. بدريه بان عليه لسه ما جاتش ولا ايه؟ الساعه كام في ايدك يا حاج؟ 11. طب وده اسمه كلام ده؟ على فكره بقى بدريه بترجع لوحدها متاخر كتير قوي، وانا اتكلمت معاها في الموضوع ده، بس انت عارف انا ماليش كلمه عليها. طب اقول لها انت بقى. ان شاء الله. المهم ركز معايا، عايزين نفتح شركة في أمريكا. احنا فين وأمريكا فين يا حاج؟ مالنا احنا ومال أمريكا؟ يا عبيد ده مالنا ومالنا، عشان نبقى جامدين في البورصة لازم أن يبقى عندنا مكتب هناك. أنا قلت ليونس ياخد كل الإجراءات. على كده بقى لازم حد فينا يكون في أمريكا. ها ما احنا مش هنفتح مكتب هناك واحنا التلاتة قاعدين هنا. إن شاء الله ربنا يسهل. ما أنا بقول لك قلت ليونس ياخد كل الإجراءات. المهم عايزك تجيب لي شاشة زي دي عندنا في المكتب، وشاشة عندك في البيت، وشاشة عند أخوك أحمد في البيت كمان. عند أني بيت فيهم؟ التلاتة. ما هو يتجوز وأنا أجيب شاشات. اضحك اضحك يا أخوي، ما هو جواز وخراب ديار. نفسي أشرب خمرة قوي. يو تتجننت يا بدرية ولا إيه؟ يا أختي هو أنت شفتيني شربت؟ بقولك نفسي نفسي. طب حطي الطرحة على دماغ. يلا يا ستي حاسبي عشان اتأخرنا. الطرحة دي مش هحطها إلا عند البيت. خليكي كده لحد ما جوزك ولا حد من إخواته يشوفك وتبقى مصيبة. مصيبة ليه؟ قاعدة مع أختي في مطعم في فندق باكل بالشوكة والسكينة، الطرحة اتزحلقت من على شعر، ذنب أنا إيه؟ فعلاً أنت عندك حق، مالكيش ذنب. أنت هتقعدي بالكتفية طول اليوم؟ جرى إيه؟ أنا عايزة أبقى براحتي، عايزة أبقى على حريتي، مش هيبقى خانقة جوه البيت وخانقة براها. حرام عليك يا بدرية، خانقة فين بس؟ ده أنت جوزك معيشك أحسن عيشة. أمال أنا أقول إيه بقى؟ على الأقل أنت جوزك بيسيبك براحتك تقعدي عند أمك، مش لازق لك كده طول الوقت. يا ساتر، عمري ما حبيته ولا هحبه. الله يسامح ابوك اللي جوزوني غصب عني. يا بدريه ما خلاص بقى، احنا فين والايام دي فين؟
يا اختي ما يبقاش قلبك اسود كده. ما تسيبيني اهبهب بالكلام. الله، انت هتفضلي واقفه على الواحد في كل حاجه. عايزه اتكلم يا ست. هو كلام على جمرك يعني ايه؟ مش موجوده يا عمر. ما اعرفش يا حد، من ساعه ما مشيت ما رجعتش تاني. طلبتها في التليفون اكتر من مره، مش موجوده. طيب وحاجتها خدتها معاها ولا سايباها ولا ايه؟ اشوفها موجوده ولا لا، هبعت حد يشوفها. اه يا سيدي شوفها لنا، ولو سمحت طمننا. طمننا على ايه؟ ما بركه يا جامع، شوف لنا واحده غيرها. ولا اقول لك شوف لنا دكتور؟ اه احسن، عشان ربنا يبارك لنا في المصلحه. لا اله الا الله، ما ينفعش يا حاج. يبقى شكلنا ايه لو احنا جبنا حد وهي راحت طبع علينا؟ يا سبحان الله، واحنا قلنا لها امشي؟ ما هي اللي خدت في وشها وهبقت ومشي. الصبر يا حاج الصبر، كل حاجه هتبقى زي الفل ان شاء الله، بس انت اصبر. يا جماعه سيبوا موضوع الدكتوره دي، في موضوع مهم جدا عايز اقول لكم عليه. التجار اللي اشتروا الذره جاهزين وعايزين يستلموه، اقول لهم يجوا امتى؟ لا استنى بقى، ده الذره لسه في البحر. بقول لك ايه يا عمر، اديهم ميعاد بعد شهر احسن كده، بدل ما نديهم ميعاد قبل كده ونرجع نخلف معاهم. في موضوع تاني عايز اكلمكم فيه. خير؟ انا سمعت ان وزاره الزراعه ناويه تستورد مواشي من البرازيل علشان ترخص سعر اللحمه. هتلاقي الحكومه عايزه تعمل مصلحه. اوعكم فاكر الحكومه عايزه ترخص اللحمه عشان غلابه تاكل. تبقى راجل مغفل عبيط لمؤاخذه. كتر خيرك يا حاج فتحي، متشكرين. ترى يا عمر في ايه؟ لو انت لحد النهارده ما عرفتش الحاج فتحي، ده طول النهار يقول عليك الامير عمر الطيب عمر. يا عمر والله بهزر معاه، انا بعاملك زي اخواتي بالظبط، محمد واحمد. يعني بقول لك يا عبيط يا ابو رياله يا اهبل، هزار ومحاب. خلاص بقى يا حاج فتحي، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده خايف ان سعر اللحمه ممكن ينزل، وده ممكن ياثر علينا. ما تخافش، يوم الحكومه عندنا بسنه حلني بقى، عبال ما يلموا عمله من السوق ويفتحوا اعتماد. ده فيها بتاع 6 اشهر موت حمار. يعني هي الحكومه ما عندهاش عمله صعبه؟ وحياتك بيلموها بالسوق زي الزباين بالظبط. امال يعني هي الحكومه سنة سنانها على تجار العمله ليه؟ ما عشان كده يعني هم سنين سنانهم وبيشتروا منهم. الله الله عليك يا عمر، وانت قاعد على الشجر ومش شايف اي حاجه بره المصنع. وده كويس على فكره، خليك كده احسن، كبر دماغك من الحاجات دي خالص. ما قلتوش احنا هنعمل ايه؟ قول لي الاول يا عمر،